السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على موضوع اللي مهم بزاف بالنسبة للأرانب، ألا وهو موضوع الشمس. الشمس ضرورية للأرانب. أنتم كما كتشوفوا الفترة الصباحية، أنا عندي هنايا القصب اللي كان هودو على العشة اللي سبقت أنني وريتها لكم. هيا ديما في الصباح كنحل عليهم باش تضرب فيهم واحد شويه ديال الشمس. ماشي، انا كنقول لكم الشمس يعني الشمس المباشره، يعني غادي اللي غادي تضرب مباشره مع الارنب. لا، الشمس حاولوا انكم غي في الفتره الصباحيه، يعني انهم يتنفسوا والجسم ديالهم يلقى واحد شويه ديال الشمس، يعني غي انكم ديك الحراره ديال الشمس الدافئه راها مهمه لهم، وكتجعلهم يتشدوا في العظام ديالهم ويتجمعوا. لاحظوا ان اذا كنتم مربين الارانب ديالكم وديما مغطينهم، يعني كابرين غير في الظل، انهم ما كيتحركوش، ما عندهمش ديك الحيويه، لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى. وبالنسبه للذكر اكثر، كتلقاه اما غير ساقر وجالس، ومهم العينيه ما كيشوفوش الشمس، الجسم ديالو ما كيسخنش ديك الحراره، يعني قلت لكم غير الاشعه ديال الشمس ماشي الحراره مباشره. انا كنقول ان الى عرضتوا الارانب ديالكم للحراره المباشره راها ما مزياناش. اما بالنسبه في حال هكا كما كتشوفوا، شوفوا اللون ديال الشمس كي راه داير. انتم ملي كيضرب في القصب كتلقاه واحد يعني دفء، وواحد الاشعه خفيفه اللي يتعرضوا لها الارانب. بالنسبه للفوائد ديال الشمس، راه فيها فيتامين دي، راه معروف ان الشمس راها فيها واحد الطاقه للاشعه ديال الشمس. تل بالنسبه للاطفال ديالكم راه مهم الشمس، ان العظام انها كتجمع العظام ديالهم وكتقوي العظام. بالنسبه للارانب، الا كان الارنب يعني العظم ديالو خاوي، انه ما كيعطيكش انتاج مزيان، ما كيتحركش، ما كتكونش عنده ديك الحيويه، كتحس بيه ديما غير جالس. انتما هاد الشنشيلا اللي كنت وريتكم، ها هي شنشيلا، ها هي لانها ما كانش عندي، ها هي لا بان لكم، هي ما كانش عندي، كانت كبرة غير في الظل عند واحد السيد وديتها عليه. لاحظوا انها العينين ديالها ديما ما كتحاولش تشوف بزاف، انها ديما غير مجبده. شوف تبارك الله، النيوزيلنديه اللي عندي هي اللي الام ديال هاد الثلاثه، انا كنت نزبعت منهم، كانت ولدت لي خلفه زوينه تبارك الله ما شاء الله الخلفه ديالها. وهي انتم لاحظوا الفرق، انني منين حليت عليهم دابا الفتره الصباحيه، ها هما كيتحركوا بواحد الحيويه تبارك الله. الارنب الا كان حيوي وكيتحرك، عرف بلي غادي يعطيك انتاج مزيان، غادي ما يحدبكش في التربيه ديالو بزاف ديال الحوايج. اما بحال هكا اللي كتكون مكابره في غير في الظل وفي الظلمه، هذيك شحال من واحد كيقول لك حقا لا ما يشوفوهمش الناس، هذي يكونوا عندك في الدار ديالك. تكون اهم حاجه انهم يكونوا منفسين، يعني حتى الريحه ديال الاخر، الفضلات ديالهم اعزكم الله، كتبقى ديما ناشفه. لاحظوا ان غير الحوايج الا خليتهم حوايج ملابس، الا خليتهم في واحد الجهه انهم كيطلقوا واحد الريحه، اما الا خرجتهم شمشتوهم كيوليو كي عندهم واحد الريحه مزيانه. الا تصبنوا وتحطوا في واحد الجهه كتولي ريحه، عندهم ريحه مزيانه. هانتوما كتشوفوا انه ملي كيدفى واحد شويه كيولي حتى الاكل ديالو كيولي مزيان، كيولي ياكل. هانتوما اذا الا عجبكم هذا الفيديو، تكيو على زر جيم، ومرحبا بالتعاليق ديالكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.